بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذا المساق الإلكتروني الذي نكمل فيه مادة الجينيكولوجي، والتي تعلمون نظرا للظروف التي نمر بها ويمر بها شعبنا الآن، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة وأن يسلمنا ويسلمكم من كل شر. ونظرا للظروف الراهنة، فإننا مضطرون للاستكمال معكم في هذا المساق الإلكتروني، سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم وييسر لكم الخير وأن ينفعكم بما تتعلمون. واعذرونا لأننا مضطرون إلى اتخاذ هذه الخطوة لكي تكملون عامكم الدراسي، وإن شاء الله يتم إنجاز هذا الفصل رغم هذه الظروف ورغم ما يحيط بنا من مصاعب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تمر على خير. طيب، طلابنا الأعزاء، يعني بداية إحنا سنستكمل إن شاء الله الشابتر الثالث من مادة الجاينيكولوجي. هذا الشابتر هندرس فيه تعريف لبعض المصطلحات التي تهمنا في مادة الجاينيكولوجي. أيضا سندرس ما هو تأثير عملية الحمل على أنظمة الجسم، مثلا على الريسبيراتوري سيستم، على اليورينري سيستم، تأثيرها على القلب، على الهرمونات. يعني انتم عارفين انه زي ما احنا شرحنا وقلنا انه الحمل يعني هي عملية معقدة، عملية بكون فيها اضطراب في هرمونات الجسم. هذه الهرمونات مسؤولة عن كثير من التغيرات اللي بتصير في الجسم. هذه التغيرات طبعا تطال كل أجهزة الجسم الحيوية، ولذلك سنرى تأثير هذه الهرمونات وهذه التغيرات على مثلا على العضلات، على الليجامنتس، على الماسكولوسكليتال سيستم، على الكارد، على القلب، على الريسبيراتوري سيستم. يعني سندرس إن شاء الله بالتفصيل. نبدأ سويا إن شاء الله في بعض المصطلحات المهمة التي من الضروري أن نتعرف عليها. هذه المصطلحات ربما يعني إنها تصادفكم في مثلا إذا أنت رحت على العيادة، أخذت زوجتك، أخذت أحد من قريباتك، ولقيت إنه في بعض المصطلحات اللي بيكتبوها الأطباء اختصارا لبعض الحالات. هذه يعني هناك مصطلحات كثير مهمة لازم إحنا نعرفها ونكون فاهمين إيش المقصود فيها. أول حاجة نبدأ في المصطلحات العامة. لو حكينا عن اللي هو تعريف الجستيشن، الجستيشن طبعا يعني بتهيألي الكلكم عارفينه، اللي هو عملية الحمل نفسها، اللي هي البريجنانسي أور ماتيرنال كونديشن أوف هافينج أ ديفلوبينج فيتس إن ذا بودي. يعني إذا صار والله أنا في عندي حمل، إيش معنى في حمل؟ معنى ذلك إنه أنا في عندي جنين موجود. بدون ما يكون في جنين يبقى هذا بسميه أنا إيش؟ بسميه حمل كاذب. ولذلك الحمل هو عبارة عن حالة بكون فيها الجنين موجود داخل الجسم. طيب الآن الجنين، تمام، لو اجينا للتعريف الثاني اللي هو الامبريو. الامبريو لو اجينا نعرفها على في الترجمة معناها جنين، برضو لو شفته المصطلح الثاني اللي هو فيتس برضو معناه جنين. طب ايش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم انه الامبريو، تمام، هو بيقول لي انه حسب الهيومن كونسبتس، يعني مفهوم البشري، انه لعند 10 أسابيع أنا هذا بسميه تمام إمبريو، لكن إحنا علميا هو 8 أسابيع تمام بوست كونسبشن، يعني بعد اللي هو إيش عملية التلقيح لما بتصير، تمام، لعند 8 أسابيع بعد التلقيح هذا بنسميه إمبريو. طيب من 8 أسابيع لا الولادة هذا بنسميه إيش؟ بنسميه فيتس. الاثنين معناهم جنين، ولكن إمبريو، تمام، لعند اللي هي من بعد الكونسبشن، تمام، لعند 8 أسابيع، والفيتس من 8 أسابيع وأكثر، هذول اللي هم بنسميه أو هذا بنطلق عليه اللي هو إيش؟
الفيتس. طيب في عندي مصطلح مهم جدا اسمه الفايابيليتي. الفايابيليتي ايش معنى فايابيليتي؟ معناها القابلية للحياة، القابلية للحياة، وهي الكابابيليتي اوف ليفينج. انه في عندي يا جماعة احيانا الجنين تمام بيوصل لمرحلة انه هذا جنين، لما مثلا بتروح بتصور تمام الست الحامل بقول لها والله في عندك جنين، لكن الجنين هذا فيش فيه نبض. طيب هل هذا الجنين بكون قابل للحياة؟ لا، مش قابل للحياة. هذا في أي لحظة تمام حيصير عندي أبورشن، حيصير في عندي إجهاض تمام، ويصير اللي هو الجنين هذا بيتحول ل طبعا أو بينزل متوفى. لكن فايابيليتي تمام، هذا جنين قابل للحياة، قابل إنه حتى لو انولد في الشهر الخامس السادس السابع ممكن إنه يعيش تمام. طيب يوجوالي اكسبتد، متى غالبا بيوصل الجنين لمرحلة انه والله هذا حتى لو انولد الان ممكن يعيش؟ لعند مرحلة 24، 24 اسبوع. 24 اسبوع تقريبا بتطلع في الشهر ايش؟ في الشهر السادس. although survival is rare، يعني ممكن انه ينولد يا جماعة في الاسبوع ال 24 اللي هو في الشهر السادس، او حتى هنا بكون احيانا في الشهر الخامس تمام؟ ممكن يعيش. لكن هنا بقول لي although survival is rare، يعني معنى ذلك انه نادرا ما يعيش بعد، او الاجنه اللي بتنولد في الاسبوع الرابع والعشرين تمام، هذول نادرا ما انهم يعيشوا، لكن ايش؟ لكن ممكن انه يعيش، وممكن يعني فرصته في البقاء موجوده. اذا viability هي عباره عن الوصول الى مرحله الجنين بكون فيها قابل أو قادر على إنه تمام يعيش. طيب نيجي للمصطلحات اللي بعدها تمام، اللي هي مثلا أول حاجة اللي هي إيش؟ الجرافيدا تمام. الجرافيدا إيش معنى جرافيدا؟ الجرافيدا اللي هي woman who is or has been pregnant regardless of pregnancy outcome، يعني الست اللي صار عندها حمل تمام، بغض النظر هل الحمل هذا نتج عنه او صار فيه اجهاض، ولا صار انه من ولدش تمام نتيجة يعني انه مثلا نزل ميت، او والله ولدت وجابت جنين، او بغض النظر المهم انه صار حمل. في نساء تمام طول فترة حياتهم ما بصيرش عندهم حمل نهائيا نهائيا، هذول تمام انا بسميهم نال جرافيدا. نال جرافيدا اللي هو المصطلح الثاني، اللي هي المرأة اللي ما حدثش عندها حمل نهائيا في حياتها تمام. طيب بريمي جرافيدا اللي هي بعدها، اللي هي الست اللي هي صار عندها حمل بس مرة واحدة فقط تمام. انا بغض النظر بأكد على انه احنا بغض النظر هل والله صار في جنين، صار في حمل تمام، صار في حمل بغض النظر، صار إجهاض، نزل في الشهر السادس، مات، انولد حي تمام، بغض النظر ما له علاقة، المهم إنه صار حمل، صار عملية اللي هي إيش الكونسبشن، فحصت ولقت إنه والله أوكي في حمل تمام. هذه اللي هي بريمي، بسميها بريمي جرافيدا، اللي هي صار عندها حمل فقط لمرة واحدة. طب لو صار عندها حمل يعني أكثر من مرة، صار عندها حمل أكثر من مرة، هذه بسميها المالتي جرافيدا. المالتي جرافيدا woman who has been pregnant more than once، صار عندها حمل أكثر من مرة. طيب نيجي لمصطلح آخر بنسميه البارا. البارا بيرمز له بحرف البي تمام، refers to the past pregnancies that have reached viability. ايش معنى viability؟ قلنا اللي هو وصلت لمرحلة انه الجنين تبعها يكون قابل للحياة. في نساء كثير بيجهضوا تمام في قبل ال 24 اسبوع، يعني ممكن تحمل اول شهر وثاني شهر تمام، بعدين وثالث شهر ممكن تسقط في اول شهر، في ثاني شهر، في ثالث شهر. هذه انا ما بسميهاش تمام انها وصلت لمرحلة البارة. البارة لازم تكون وصلت لمرحلة اللي هي ايش؟ الفايابيليتي، انه الجنين فايبل، يعني عند مرحلة، يعني ما وصلتش لمرحلة ال 24 اسبوع. طيب النالي بارا،
اللي هي woman who has never completed pregnancy to the period of viability، زي اللي قلت لكم عنهم تو، تمام، انهم هذول عبارة عن نساء حملت، تمام، لكن ممكن سقطت في اول شهر، في ثاني شهر، في ثالث شهر، ما وصلت اللي هي ايش ال 24 اسبوع اللي ممكن بعدها في المرحلة هذه يكون الجنين قابل للحياة. طيب the woman may or may not have experienced an abortion، ممكن يكون صار معها او ما صارش اللي هو ايش اجهاض. طيب البريمي بارا، تمام، woman who has completed one pregnancy to the period of viability regardless of the number of infants delivered and regardless of the infant being live or stillborn. يعني هنا بتكلم عن ست، تمام، وصلت لمرحلة اللي هي ايش الفايابيليتي اللي هي 24 اسبوع، تمام، ولكن بغض النظر وصلت لمرة واحدة فقط، woman who has completed one pregnancy to the period of viability، بغض النظر انه والله هل هي ولدت، هل هو الجنين نزل ميت، نزل حي، نزل والله ولدت توائم، ما ولدتش توائم، بغض النظر، لكن وصلت للفايابيليتي. يعني احنا موضوع البارا يا جماعة هذا متعلق يعني بشكل مباشر مع مين؟ مع الفايابيليتي، مع ال 24 اسبوع، تمام؟ نالي بارا ما وصلتش ولا مرة. طيب بريمي بارا وصلت لمرة واحدة فقط، بغض النظر عن قلنا اللي هو ايش الاوت كم. طيب المالتي بارا، مالتي يعني متعدد، يعني وصلت woman who has completed two or more pregnancies to the stage of viability، وصلت لمرحلة الفايابيليتي اللي هي مرحلة ال 24 اسبوع. طيب لو جينا اخذنا المثال اللي قدامنا الان بوضح لي، تمام، انه احيانا الاطباء لما بشخصوا حاله بكتبوا، تمام، جرافيدا 1 بارا 0. يعني ايش معنى جرافيدا 1؟ جرافيدا 1 انها حملت، صار عندها حمل لمره واحده، لكن البارا 0، يعني ما وصلش لمرحله اللي هي ايش؟ الفايابيليتي، ما وصلش لمرحله الفايابيليتي. طيب a woman who delivered one fetus carried to the period of viability and who is pregnant again is described as gravida 2 bara 1. واحدة حملت مرتين لكن فيش إلا مرة واحدة فيهن ولد، ما دام الولد يعني بوصل مرحلة الفايابيلتي، مظبوط؟ طيب إذا حملت مرتين، تمام، ولكن طلع عندي منهم من الحملين هذول جنين واحد، معنى ذلك إنه هذه بنسميها gravida 2، يعني حملت مرتين، وبارا مين؟ قديش؟ بارا 1، تمام؟ طيب a woman with two pregnancies ending in abortion and no viable children is. هذه واحدة حملت مرتين لكن في المرتين ما وصل، تمام، صار معاها إجهاض، تمام، معنى ذلك إنه هذه جرافيدته لأنها حملت مرتين، ولكن البارا عندي إيش؟ زيرو، تمام. ليش؟ لأنه ما طلعش عندي في الأخير أو ما وصلش لمرحلة اللي هي إيش؟ الفايابيليتي. طيب أرجو إنه يعني المصطلحات هذه تكون مفهومة سهلة جدا، تمام. الجرافيتا اللي هي عدد مرات اللي صار فيها الحمل، البارا اللي هي قديش عدد المرات أو الحالة اللي وصلها لمرحلة الفايابيليتي اللي هي ال 24 أسبوع. طيب نيجي ناخذ للبريجننسي اللي هي عملية الحمل. البريجننسي which spans 40 weeks from conception to delivery. مرحلة الحمل يا جماعة هي عبارة عن بمتوسطها قديش؟ 40 أسبوع، تمام؟ وهي مقسمة إلى ثلاث مراحل رئيسية، تمام؟ كل مرحلة من المراحل إلها، تمام، متغيراتها أو إلها خصائصها اللي إحنا هناخذها الآن. نجي للفيرست ترايمستر، تمام؟ اللي هو الجزء الأول، تمام، من الحمل، تمام، أو الفصل الأول من الحمل اللي هو بيمتد من 0 ويك لا اللي هو تقريبا ل 12 ويكس. السكند ترايمستر الفصل الثاني اللي هو من الأسبوع 13 للأسبوع 26. الفصل الثالث من الحمل اللي هو من ال 27 أسبوع لل 40 أسبوع، تمام؟ طيب ايش التغيرات اللي بتصير في الفيرست ترايمستر اللي هو في الفصل الاول اللي هو قلنا هذا من متى لمتى؟ اللي هو قلنا من 0
ل 12 اسبوع. يعني 12 اسبوع انا بتكلم تقريبا عن شهرين ونص، او يعني شهرين وبداية الشهر الثالث. تمام، طبعا بيبدأ الامبلانتيشن اوف ذا فيرتيلايزد اوفم ان ذا يوترس اوكيرز من 7 ل 10 ايام. اكيد بتصير لي مرحلة الفيرتيلايزيشن اللي اخذناها. تمام، في المرحلة هذه يعني بتكون الست لما تصير عملية الفيرتيلايزيشن تقريبا بعدها باسبوع ل 10 ايام، بتصير the mother is very fatigued، بتصير تمام مرهقة جدا جدا، urinates more frequently، بتصير بتدخل الحمام كتير، بصير في عندها إضرار في البول، and may experience nausea and vomiting and or vomiting. تمام، يعني بصير في عندها تمام اللي هو دوخة، وبصير في عندها نتج، وبصير زي ما بقولوا نفسها غمت عليها. هذا المصطلح احنا بنسمعه كتير، تمام، انه نفسي غامة علي. طيب بيبدأ البريست سايز مي انكريز، بزيد حجم الثدي. طبعا ليش بزيد حجم الثدي يا جماعة؟ لانه هنا بتبدأ التغيرات الهرمونية تصير. اذا انتم فاكرين انه الكوربس اليوتيوم بيبدأ والله يزيد من البروجسترون، تمام، والاستروجين علشان تمام نكمل عملية اللي هي ايش، تهيئة الرحم للفيرتيلايزد ايج. تمام، عشان هيك بتبدأ التغيرات هذه، البروجسترون بزيد، فبزيد اللي هو ايش، حجم الثدي. There is relatively small weight gain of 0 to 1455 جرام. طبعا اللي هو احنا هنا بنتكلم انه حيصير في زيادة في الوزن، تمام، بتبدأ من صفر لحوالي كيلو ونص تقريبا. الكيلو ونص هذه اللي هي وزن الجنين. طبعا هذه بتصير الزيادة ايش، بشكل تدريجي. طيب بصير عندي برضو emotional changes may occur، بتلاقيها انها تمام تغيرات عاطفية، بتلاقيها دائما عصبية، داخل في حالة اكتئاب، احباط، قلق، قلة نوم، تمام، تغيرات عاطفية، دائما في ستريس وكذا. فهذه بتصير طبعا كلها يا جماعة، هذه كل التغيرات هذه سببها اللي هي التغيرات الهرمونية اللي طرأت فجأة عشان موضوع اللي هو ايش، الحمل. طيب رقم 2، تمام، اللي هي بصير عندي، او المرحلة الثانية، المرحلة الثانية عندي اللي هي بتبدأ من الاسبوع 13 للاسبوع 26. تمام، وهنا الحمل بصير واضح، بصير مبين، اي واحد بشوفه بلاقي انه البطن ماخذ شكل، تمام، واضح انه في حمل. تمام، وبتبدأ انها بتشعر بحركة الجنين داخلها، وهذا طبعا احنا يعني معروف انه هذا في بداية الشهر الرابع بتبدأ انها تحس بحركة الجنين. تمام، most women now feel very good, nausea and fatigue have usually disappeared. تبدأ تختفي الأعراض اللي حكينا عنها في الـ first trimester، تمام، اللي هي النتج والـ emotional changes، هذه كلها بتبدأ تختفي. ليش؟ لأنه بيبدأ تمام مستوى أو منسوب الهرمونات بيبدأ بالانتظام، تمام، في المرحلة هذه، وبيبدأ الجسم تمام يتكيف مع التغيرات اللي بتصير في هذه المرحلة. طيب نيجي ل اللي هو الفصل الثالث والأخير من الحمل، اللي هو بيمتد من 27 أسبوع ل 40 أسبوع. The uterus now is very large، تمام، بيكبر حجم الرحم طبعا بشكل كبير جدا نتيجة إنه الجنين نفسه تمام كبر. ايش الشكاوي اللي بتصير في الثيرد ترايمستر؟ تمام، بلاقي عندي فريكوينت يورينيشن، بكون في عندي تبول كثير جدا. ليش؟ لانه في عندي ضغط على البلدر، تمام، وهذا بيعمل اللي هو ايش، الرغبه في التبول. الباك بين، طبعا الم في الظهر، الالم في الظهر هذا برضه نتيجه، اذا انتم فاكرين لما حكينا انه الابدومن نتيجه ضغط الجنين، فبصير في عندي الريكتس ابدومينس، هذه كلها بصير فيها ستريتش اوفر ستريتش، فبصير فيها ويكنس. فلما بصير فيها ويكنس بصير في عندي امبالانس في الجسم، هذا كله بيعمل ستريس على عضلات اللي هي الباك، فبصير في عندي اللي هو ايش، اللو باك بين. طيب في عندي بصير ليج اديما اند فاتيج، تلاقي الرجلين بتنتفخ وبتورم، هذه نتيجة حاجة بنسميها الفينوس ستيزس، انه انا بصير في عندي الدورة الدموية بصير فيها ركود نتيجة ضغط السوائل اللي موجود عليها. فهذا تمام، هذا برضه كله
من الهرمونات له علاقة كبيرة جدا فيه. الراوند ليجامنت بين، عارفينه الراوند ليجامنت اللي هو موجود انتيريورلي، وهذا من اكثر الحاجات اللي بتسبب ألم في المنطقة هذه، واللي بتعمل تمام إلها ديفرنشال دايجنوزز. في ناس بتقول لك لا هذه من الاليوسوس، لا المشكلة مش ملهاش علاقة في الاليوسوس، مع انها ممكن تكون سبب الألم، لكن اكثر حاجة بتسبب الألم في المرحلة هذه هي ايش؟ هي الراوند ليجامنت. طيب شورتنس اوف بريث، طبعا في عندي النفس بتلاقيه القصر في النفس، وهذا القصر ناتج عن انه انا في عندي ضغط على اللي هو الديافرام، نتيجة انه الابدومين كله ضاغط على الديافرام، وهذا ضاغط بدوره على اللنج، فبيعمل عندي شورتنس اوف بريث. وبعدين بيصير عندي برضه كونستبيشن اللي هو الامساك، طبعا والامساك هذا برضه ناتج عن انه انا في عندي هرمون الافكت، هذه بتاثر على حركه اللي هي الامعاء اللي هي بنسميها البيرستاليسيس موفمنت، هذه كلها برضه بتاثر عليها وبتخلي حركه الامعاء بطيئه جدا، واللي بتسبب لتكون البراز وبقائه فترات طويله في الامعاء. طيب نجي للعلم، يعني انه احنا مرحله الحمل ممكن تكون من 38 ل 42 اسبوع، هذه المرحله انا بعتبرها بشكل طبيعي، ولكن المتوسط هو عباره عن 40 اسبوع. طيب by the time of birth the baby will be 33 to 39 سنتيمتر لونج، تمام في نهايه الحمل بتلاقي انه البيبي طوله تقريبا من 33 ل 39 سنتي، تمام، وبتلاقي تقريبا وزنه 3 كيلو و400 جرام، هذا متوسط الوزن اللي بينزلوا فيه الأطفال. الله يعطيكم العافية، الآن بننهي هذا الفيديو لأنه احنا مرتبطين بمدة معينة للفيديوهات. الآن إن شاء الله نستكمل في الفيديو اللي بعده اللي هي الليبر، وإيش هي الستيجز تبعت الليبر اللي هي عملية الولادة نفسها. احنا أخذنا 3 عمليات ل أو 3 فيزز ل أو 3 فصول للبريجنانسي، زي ما في 3 فصول للبريجنانسي في 3 فصول أيضا لعملية الولادة نفسها، هناخدها في الفيديو القادم إن شاء الله. الله يعطيكم العافية.